أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: توجد بعض الملصقات على المحلات مكتوب عليها لبيك يا رسول الله، فهل تجوز هذه العبارة؟ وهل هي شرك؟ وما الواجب علينا نحوها؟ لبيك هذا لله عز وجل، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. أما لبيك يا رسول الله، لو أن الرسول ناداك، لو أن الرسول ناداك وقال يا فلان، تقول لبيك يا رسول الله، كما كان الصحابة رضي الله عنهم إذا دعاهم قالوا لبيك يا رسول الله. أما بعد موته فلا تقول لبيك يا رسول الله، تقول لبيك اللهم لبيك. لبيك لبيك يا رسول الله، لبيك 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 يا رسول الله.